بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محاضرتنا الثانية في مجال الريهابليتيشن لليوم اللي حنتكلم فيها عن الهيلث سيستم، وحنعرف إيش هو الهيلث سيستم حتى نوضح إيش دور الريهابليتيشن أو إعادة التأهيل أو الفيزيكال ميديسن أند ريهابليتيشن في مجال الحد من الإعاقة ومنع الإعاقة، وكمان كيف هذا المجال مهم أنه يقلل الأعباء الموجودة على كاهل الحكومات وعلى كاهل الأفراد والعائلات والأشخاص ذوي الإعاقة أو المصابين أو المرضى اللي مرضهم يؤدي إلى إعاقات. بدنا نتعرف أول إشي في بداية المحاضرة عن إيش عندنا. مقدمة بتقول الانترودكشن تبعتنا بتتكلم عن تعريف الهيلث سيستم. ايش الهيلث كير؟ الهيلث كير هو العناية بالصحة او الصحة ومن المنظومة الصحية الموجودة في القطاعات المختلفة من المجتمع اللي احنا بنعيش فيه. طبعا هو ما بيعتمد بس على القطاعات الحكومية، بتعتمد على القطاعات الحكومية والغير حكومية. هو عبارة عن كل الاورجانيزيشنز اللي بتضم الناس، او يعني في بعض الافراد زي الاطباء زي الممرضين زي الاخصائيين العلاج الطبيعي اللي موجودين في الريبيوليشن بين الناس، وكمان الانستيتيوشنز اللي هي المؤسسات، اللي كل الاماكن الريسورسز ذات ديليفر هيلث كير سيرفيسز حتى نقدر ان نحافظ على الانسان وعلى صحه الانسان ونقدم الرعايه الصحيه للافراد اللي هم بحاجه الى رعايه صحيه. The place of physical rehabilitation medicine related to different aspects of and phases of healthcare for people with many different health conditions. إيش إنه rehabilitation ما بيتعامل مع فئة واحدة من أفراد المجتمع أو من المصابين أو من المرضى، ممكن يتعامل مع different ages، يتعامل مع الأطفال، ممكن الأطفال اللي بيولدوا بإعاقات أو بشلل دماغي مثلا، أو الأطفال اللي ممكن يصابوا بعد هيك بأمراض معينة تؤدي إلى تأخر في النمو، بيشتغل مع الأدوليسنس، بيشتغل مع يعني في بعض الأمراض اللي بتصيب الكبار، في أمراض بتصيب كبار السن أو الشيخوخة. فهدول المشاكل الصحية اللي بيعانوا منها ما بتتبع نوع معين، أو خلينا نقول باب من أبواب الطب أو تخصص من تخصصات الطب. يعني نقول مثلا المريض الكبير بالسن اللي عنده فراكشر نيك فيمر أو عنده كسر في عظمة الحوض، طيب هذا وين أساسا؟ هو مكانه الأصلي العظام، لكن عشان نعمل له ريهابيليتيشن هو بيحتاج الفيزيكال ميديسن أند ريهابيليتيشن، بيحتاج الفريق المتعدد التخصصات حتى نقوم فيه نتغير حالته من حالة المعتمد على الآخرين للإنسان المستقل، بمعنى أنه بيجي يعني بيتلقى الخدمات التأهيلية اللي بدها تعاود تساعده على القيام بوظائفه اليومية، لأنه اللي بصير عنده كسر في عظمة الفخذ بيفقد القدرة على المشي أو الحركة. وحسب طبعا اللي حيبدأ المانجمنت تبعته هو أطباء العظام وجراحة العظام. طيب هذا لو كان في إمكانية نعمل له عملية بنعمل له عملية تاني، ماشي عملنا العملية وبعدين بنفعش أن المريض يطلعه طريح الفراش، بصير بده تدريب على المشي، بصير بده أدوات مساعدة، بصير بده متابعة، بده متابعة. هذا وين بروح؟ بصير التخصص انتقل الآن من العظام إلى الريهابيليتيشن. المريض السي في اي وين بيكون أساسه؟ مين أبوه؟ النيورولوجي أو طب الأعصاب. طيب طب الأعصاب هذا لأنه صار سي في اي بتابعه من الناحية الميديكال، طب من الناحية الفيزيكال الحركة مين بده يتابعه؟ الريهابليتيشن. وطبعا الريهابليتيشن هذا بيعطي افكت كتير رائع على هدول الناس، بيحولهم من حالة الديبندنسي للإنديبندنسي، وبيخرطهم بيرجع في الحياة العملية مرة تانية لو كان حصل تحسن في حالته، ولو كانت حالته ممكن تتوقف لحد معين على الأقل بمنع الكمبليكيشنز تبعت البدريدين، بمنع الكمبليكيشن تبعت القلة الحركة، فبالتالي انه المريض ممكن يعيش بكواليتي اوف لايف افضل لو اخذ ريهابيليتيشن، وهذا حنوضحه من خلال محاضراتنا. طيب وين الريهابيليتيشن من الهيلث سيستم هذا؟ وين احنا بنلاقيه؟ احنا في قطاع غزة خلينا نتكلم عن في العالم في تخصص كامل متكامل، واطباء الفيزيكال ميديسن اند ريهابيليتيشن متواجدين على مستوى العالم من سنوات عديدة سابقة. احنا في عندنا في قطاع غزة موجود التخصص، بس يعني للأسف في عدد محدود من الأطباء أو المتخصصين فيه.
ونلاقي خدمة الريهابيليتيشن في مؤسسات القطاع الحكومي، خدمة الريهابيليتيشن في محصورة في عنا في العلاج الطبيعي. بياخذ المريض، بيبدأ الريهابيليتيشن المفروض من بداية المرض أو من الدخول للمستشفيات، سواء العناية المكثفة، أقسام الباطنة، أقسام الجراحة وغيرهم. طبعا هو بيختلف من بلد لبلد. احنا بنتكلم، احنا لان احنا سكان قطاع غزة، فاحنا بنتكلم عن الريهابيليتيشن في قطاع غزة. هو بيبدأ من الدخول للمستشفيات او الحاجة الى خدمات التأهيل المتوفرة اللي بتقدمها المؤسسات الغير حكومية. طبعا نقول التأمين الصحي بيغطي او ما بيغطيش. في قطاع غزة بيغطي التأمين الصحي خدمة الريهابيليتيشن، اللي هي خدمة العلاج الطبيعي حسب توفرها في اماكن الرعاية الاولية والمستشفيات الموجودة التابعة لوزارة الصحة. طبعا هنا في كتير من المؤسسات والناس المعنيين بالريهابيليتيشن وبتأهيل المعاقين بتقدم هذه الخدمة. طبعا الناس بتدفع لخدمة الريهابيليتيشن، المفروض هي ممكن تتبع الأماكن اللي خلينا نقول الحكومية على مستوى ضيق، الأماكن المؤسسات الغير حكومية على مستوى أوسع، وطبعا بتختلف الخدمات اللي بقدمها المؤسسات الغير حكومية. طبعا إيش أهم عنصر لازم يتوافر في موضوع الخدمة الريهابليتيشن، اللي هي المالتي بروفيشنال أو مالتي ديسبلينري تيم اللي بيقدم خدمات مختلفة من عدد من الاختصاصيين. نتكلم عنهم بالتفصيل في المحاضرات الجاية، لأن ما بنفعش أتكلم عن ريهابليتيشن إلا إذا بتكلم عن مالتي بروفيشنال تيم، أو بدنا نسميه إحنا مالتي ديسبلينري تيم، في تخصصات مختلفة، منها الطبيب، منها الممرض، منها أخصائي العلاج الطبيعي، منها أخصائي العلاج الوظيفي، اختص الأطراف الصناعية، السوشيال وركر لازم يكون في له شغل على الأكيد في هذا المجال حتى يوفر خلينا نقول المستلزمات اللازمة لإعادة دمج وإدراج هذا الشخص اللي أصبح عنده إعاقة في المجتمع. الفيزيكال ميديسين اند ريهابيليتيشن انترفينشن عادة بتكون بتغطيها الباكج تبعت التأمين الصحي. احنا في قطاع غزة التأمين الصحي بغطيها عن طريق شراء الخدمات. يعني احنا خدمة الريهابيليتيشن في الحكومية في قطاع غزة الموجود منها والمتوفر فقط اللي هو العلاج الطبيعي المنتشر على مستوى قطاع غزة ومستشفيات ومراكز الرعاية الأولية. يعني عندنا 12 تقريبا قسم بيقدم خدمة علاج طبيعي في المستشفيات وفي الرعاية الأولية، منهم 9 في المستشفيات، ومنه وخاصة في كمان في عنا 3 في مستشفيات الأطفال و6 في المستشفيات العادية، وفي عنا 3 مراكز تابعة للرعاية الأولية. طبعا في كل مكان في العالم لازم يكون في خلينا نقول يعني إضافة على خدمات التأهيل أو سلة الخدمات اللي بيقدمها التأمين الصحي، اللي هي حاجة بنسميها إحنا شراء الخدمات، على أساس أنه في عنا بعض الحالات مش ممكن أنها تضلها في البرايمري التابع في البرايمري هيلث كير ولا في السكندري، هي بتحتاج التيرتشري على مستوى الخدمة الصحية الثلاثية أو الثالثية على حسب نسميها التيرتشري هيلث كير. طيب هدول إحنا بوزارة الصحة في قطاع غزة إحنا بنقدر نوفر لهم هذه الخدمة عن طريق شراء الخدمة من المؤسسات اللي بتقدم هذه الخدمة، زي مستشفى الوفاء والمتابعة في مستشفى حمد للتأهيل ومستشفى الأمل للتأهيل وغيره. هي طبعا شراء الخدمة هذه بتكون موازنة خاصة بشراء الخدمة، لكن بغطيها التأمين الصحي. المواطن بتكلف فيها نسبة مساهمة، لكن العبء الأكبر بيكون على وزارة الصحة ووزارة المالية. طب الخدمة بتتقدم ممكن في الأكيوت وفي البوست أكيوت وفي اللونج تيرم. في الأكيوت سيرفيسز ممكن تكون في الانبيشنت والاوت بيشنت. يعني احنا ضربنا مثلا في قسم العلاج الطبيعي الموجود في مستشفى الشفاء في ان بيشنت سيرفيسز وفي اوت بيشنت سيرفيسز، يعني انه ممكن المريض يتلقى خدمه العلاج الطبيعي السريريه وهو موجود على سريره اللي منوم عليه في قسم الاعصاب، الباطنه، الجراحه، الاي سي يو، الولاده، كل اقسام. احنا العلاج الطبيعي الان موجود في كل اقسام المستشفيات الموجوده، بيقدم خدمه العلاج الطبيعي السريريه، وكمان في عندنا اقسام العلاج الطبيعي الخارجيه اللي بتردد عليها المريض بيكون روح على بيته بعد
ما ينتهي علاجه فترة التنويم بروح على بيته بيحتاج خدمة علاج طبيعي، فهو بيرجع بتابع. إلى جانب أنها بتستقبل حالات من خارج المرضى المنومين اللي هو من هو بحاجة إلى علاج طبيعي ومر على العيادة الخارجية مثلا في المستشفيات وتحول إلى قسم العلاج الطبيعي، وهذه بتكون ممكن بتلقى الخدمة في المستشفيات الحكومية والغير حكومية كمان لأنها بتقدم هذه الخدمة، أو حتى في البرايفت سيكتورز. يعني إحنا في عنا ممكن عيادات خاصة للعلاج الطبيعي بتقدم خدمة التأهيل، في ناس بتقدم خدمة العلاج الطبيعي في المنازل اللي هي بنسميها البرايفت سيكتورز، وفي ناس ممكن تقدم خدمة العلاج الوظيفي، خدمة النطق، تخلينا خدمات التأهيل السمعي عن طريق المؤسسات الموجودة في المجتمع، ممكن تقدم الخدمة يتردد عليها الشخص من ذوي الإعاقة السمعية وهو يتلقى الخدمة، السماعات، تأهيل النطق، خلينا نتكلم عن حتى خدمات التعليمية بصفة عامة. فهذه تبدأ دائما في البرايمري في السكندري او في المستشفيات، وبعدين ممكن تنتقل لانها بتم اكتشافها من خلال المستشفيات، او ممكن تم اكتشافها من خلال الاهل، من خلال المؤسسات العامله في المجتمع المدني وهكذا. في البوست اكيوت يعني المريض استقرت حالته وطلع من حاله الاكيوت، من الحراره، من المشاكل اللي بتكون مصاحبه للاكيوت بروبلم، بروح على البوست اكيوت بتبدا تستقر الحاله وبدا ياخذ خدمات العلاج الطبيعي والتاهيل على فترات خلينا نقول زمنيه محدده وقصيره. يعني لو تحول المريض مثلا من المستشفى الى خدمه العلاج الطبيعي الخارجي بياخذ تقريبا 12 جلسه علاج طبيعي، من 6 ل 12 جلسه علاج طبيعي بياخذ شهر، شهر ونص، شهرين. احنا بنتكلم عن الريهابليتيشن والتجاوب في حالات الاعصاب مثلا، بيكون القمه في التجاوب والتحسن بتكون خلال الثلاث شهور الاولانيه، فبتكون تقريبا عدد جلسات محدده مع فترة زمنية أيضا محددة. بعد هيك عشان ينتقل الشخص إلى اللونج تيرم ريهابليتيشن لو كان بحاجة، أو كانت أصبحت الإعاقة عنده كرونيك وهو بحاجة إلى خدمات تأهيل مستمرة على أعوام أو شهور طويلة. البوست أكيوت سيرفيسز بروفايدد إن جنرال أز ويل أز إن سبيسيفيك هوسبيتال سنتر، يعني ممكن إنه نروح على الخاص وممكن نروح على مراكز متقدمة بتقدم الخدمات النوعية، وممكن ياخدها في المراكز الخاصة. أما اللونج تيرم سيرفيسز غالبا بتروح بتتجه ناحية المجتمع أكثر من الخدمات الصحية، لأنه الشخص بعد هيك لما بصير بدريدن أو بصير بحاجة إلى أدوات مساعدة، لكرسي متحرك، لفرشة هوائية، بصير إنه المتابعة من خلال المتابعة المجتمعية هي بتخدمه أكثر من المتابعة الصحية، لأنه بصير المريض وذوي المريض أعرف بالإعاقة أو بالحالة من أو يعني عندهم قدرة على التعامل مع هذه الحالة، لأنه طول الفترة الأكوت والبوست أكوت بيكون في حالة من التعلم، يعني الإديوكيشن بتقدم لهم التعلم اللازم حتى أو التدريب اللازم حتى يقدروا يتعامل. يعني شخص بيحتاج يتدرب على استخدام الكرسي المتحرك، بياخد فترة طويلة في الأكوت وفي البوست أكوت انه يتدرب على استخدام الكرسي المتحرك. طيب هو صار مستخدم للكرسي المتحرك بس بده متابعه، بده الكرسي خرب، الكرسي عطل، بده تغيير، بده مثلا كرسي جديد، بده سكوتر، بده اداه مساعده لانه هو بيحتاج للتنقل من في الان بنسميها اندور واوت دور. الكرسي اللي بيستخدمه جوات البيت المفروض انه بيختلف عن الكرسي اللي بيستخدم برات البيت وهكذا. هذه بتحتاج لمتابعات ولسوشيال سيرفيسز أكثر من الهيلث كير سيرفيسز. طيب إيش الأعباء الإيكونوميك بيردن أوف ديسابيليتي أو الكوست أوف ديسابيليتي؟ هل إنه الشخص الإنسان العادي اللي ما عندوش أي مشكلات وليس من ذوي الإعاقة اللي بتنقل بيروح وبيجي وبينتج، هو مدرس، هو عامل، هو نجار، هو صاحب مصلحة، عنده سوبر ماركت، عنده، هل هذا الشخص بيكلف
المجتمع أو العائلة زي الشخص اللي هو أصبح فيه عنده مرض أو عنده إعاقة، لو إجينا طلعنا بالمنطق رب الأسرة كان بيعمل مدرس أو بيعمل سائق أو بيعمل أيا كانت وظيفته، فهو إنسان منتج، هو له دوره في هذه الأسرة في هذا المجتمع، هو بيقدم كل ما يطلب منه أو ما يحتاجه تحتاجه هذه الأسرة من التكاليف والأعباء المادية. اليوم هذا الشخص أصبح عنده إعاقة، يعني لأي سبب من الأسباب، عنده ضغط، عنده سكر، أصيب بجلطة، اليوم أصبح المريض هذا الشخص اللي كان مبارح مدرس واقف قدام الطلاب أو محاضر في جامعة. وإحنا يعني يمكن في تاريخ الجامعة الإسلامية حصل أنه في كتير من في ناس اللي كانوا بيشتغلوا كانوا دكاترة في الجامعة الإسلامية، وهو طالع على الجامعة أصيب تعرض لحادث أصبح عنده spinal cord injury. هل هذا الشخص يعني أنه هو يبقى في منزله بدون عمل؟ هل إذا هو بقي في منزله بدون عمل أصبح عالة على هذه الأسرة وعالة على هذا المجتمع، والإنتاج اللي كان هو بيقدمه الآن تراجع، فبتصير في أعباء. كثير من الناس بصحى الصبح بيبقى طالع على شغله، بيبقى صاحب مصلحة، صاحب عمل، وبيبقى ربنا سبحانه وتعالى رازقه، فجأة بيكون هو تعرض لحدث معين، حادث سير، سقوط مثلا عامل بناء وسقط من علو. طيب هذا فقد وظيفته، هذه أول حاجة. طيب هلا صار عنده إعاقة وصار محتاج لأدوية ولا مراجعات ولا أطباء ولا مستشفيات وروح وتعال، والأهل بدهم يكونوا كلهم مشغولين معنا، فأصبح في عبء على هذه الأسرة. طيب هذا العبء كيف ممكن إن إحنا نخفف عن هذه الأسرة وعن هذا الشخص؟ إن نعمل له إعادة تأهيل، نحاول إن نستغل القدرات المتبقية ونرجع القدرات السابقة إذا كنا بنقدر، ونحاول نرجعه إلى وظيفته اللي كان فيها. لا، إذا كانت الإعاقة اللي حصلت عنده مش ممكن يقدر يشتغل فيها الشغل اللي كان، يعني إذا كان عامل بناء وبيطلع على الأماكن المرتفعة صار عنده إعاقة، لا بنحاوله بصير يعني بنعطيه بدائل للعمل، بنسميها حاجة اسمها vocational training. لكن في الحقيقة إحنا لما نتكلم عن burden، نتكلم عن cost للdisability، الأعداد الحقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة أو مين اللي هم أصبحوا عندهم إعاقة صعب إنها تتحدد بالضبط، لأنه في مفاهيم كثيرة للإعاقة، فيها المفهوم الواسع والمفهوم الضيق. مش كل شخص أصبح عنده إعاقة، يعني الأشخاص خلينا نقول ذوي البتر، هذا إنسان كان بيمشي على رجليه تنتين، أصيب بحدث معين أيًا كان بترت رجله من عند الأسفل الركبة من أعلى الركبة. الآن هذا الشخص يمكن يتلقى التأهيل المناسب لهذه الحالة ويستخدم الطرف الصناعي، أو على أضعف الإيمان أنه يمشي على تو البوكراتشز ويرجع يمارس حياته الطبيعية ويعمل كباقي، أو يعود إلى مهنته أصلا اللي كانت موجودة. فهذا الإنسان ما تعطل، يعني احنا بنعرف كتير في ناس بتمشي في بيستخدم الاطراف الصناعيه بالكاد، لما نقدر احنا نفهم احنا كمتخصصين ممكن انه نعرف انه هذا لابس طرف، لكن الناس العاديين ما بيعرفوش انه هذا لابس طرف، هو ممكن انه يعود لحياته. عشان هيك احنا بنتكلم عن بيردن، عن الاعباء اللي ممكن تكون في اشخاص، ممكن تشكل عبء على المجتمع وعلى الدوله وعلى الاسره، وفي اشخاص ممكن تعود. لكن في فترة الإصابة بيكون المجتمع مع البيت مع العائلة بحاجة إلى الكثير من التكاليف حتى تتجاوز هذه المحنة اللي حصلت. طبعا لما نتكلم عن الإعاقة حنتكلم عن ICF، الـ International Classification of Function and Disability، في حينها حتى نعرف كيف إن نقول هذا الشخص أصبح من ذوي الإعاقة، هذا الشخص الإعاقة تبعته ممكن تحد من حركته، هذا الشخص هذا حنتعرف عليه لاحقا. طبعا الدايركت كوست كان بي كلاسيفايد انتو تو كاتيجوريز. الكاتيجوري الأول إنه إيش الأديشنال كوست انكاونترد باي ديسيبلد بيرسونز اند ذير فاميليز فور ديلي ليفينج ستاندرد، يعني الشخص اللي كان منتج اليوم أصبح هو شخص غير قادر على العمل، لا وكمان مريض، المريض بده أدوية، بده متابعات طبية، بده أدوات مساعدة لازم تتوفر. أحيانا بوصل الأمر لأن بدنا نغير البيئة اللي هو موجود فيها أو نحسن على البيئة اللي هو موجود فيها. لو عندي شخص أصبح من مستخدمين الووكر على الأقل، يعني على أبسط إشي، معناه أني أنا بدي أوسع له
المكان اللي هو عايش فيه حتى يقدر يتنقل بالوكر، بل لو صار بده يستخدم الكرسي المتحرك، طب توفير الكرسي المتحرك هذا بده كوز، الأدوية على مدار الفترة العلاج هذه بدها فلوس. وإحنا يمكن في المجتمع الغزاوي أو الفلسطيني الآن في حالة الضائقة المالية، فأصبح الناس كلهم يعني أقل، حتى لو الواحد ابنه وقع وانفتح صار في عنده غرزتين بتكلف يوديه على المستشفى ويجيبه ويراجع ويجيب شاش ويشكل فعلا عبء مادي، فما بالك لو الشخص أصبح من ذوي الإعاقة وكان عنده أمراض تحتاج للأدوية والأدوات المساعدة وغيرها. وإحنا يعني من خلال ممارساتنا اليومية بنشوف إن ليش الناس بتتحمل هذه الأعباء، وحتى لو تكلفت الحكومة إنها يعني أخذت على عاتقها تأهيل هدول الأشخاص، بضل في جزء على الناس على أقل المواصلات تروح وتيجي على أبنائهم أو على أبائهم أو عكذا حتى تقدم لهم الرعاية. هذه بتشكل عبء جديد على هذه الأسرة. وكمان الحكومات اللي هي disability benefits provided from the governments، طبعا الحكومة لازم تقدم لهذول الأشخاص، وحسب القانون القوانين الدول وحسب اتفاقيات حقوق الإنسان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدولة مجبورة إنها توفر لهذول الأشخاص الرعاية الصحية والتعليم والإمكانية الوصول والمساواة، وحنتكلم عندهم. طب هذا عبء على الدولة كمان إضافي، بدها تقدم للأشخاص العاديين والأشخاص من ذوي الإعاقة، وهذا بشكل كمان طبعا كل ما قل عدد الأشخاص ذوي الإعاقة وكانوا هذول الناس منتجين أو الإعاقة تبعتهم أثرتهم كانوا منتجين، كل ما خف العبء على هذول وصار الشخص قادر أنه يعول نفسه ويقوم بوظائفه لوحده. طبعا هنا تكلموا في أوروبا في الخطط تبعتهم، في الخطط الاستراتيجية تبعتهم اللي بين العام 2010 ل 2020 إيش بدهم يوفروا وعلى إيش ركزوا في خلال السنوات هدول بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وفي مجال التأهيل. أنا بنحقق حاجة اسمها الأكسسابيليتي. إيش يعني أكسسابيليتي؟ هي إمكانية الوصول. إمكانية الوصول تعني إنه هذا الشخص من ذوي الإعاقة أو أصيب بمرض لازم يكون عنده قدرة على الوصول إلى جميع الخدمات والمرافق اللي هو بحاجة لأنه يوصلها. يعني لو طالب لازم يكون قادر يروح على المدرسة ويلتحق في مدرسته، لو موظف لازم يكون قادر يروح على وظيفته، لو ربت أسرة وربت بيت لازم تكون قادرة تروح تقضي مصالح أبنائها وبناتها، وهكذا من كل شرائح المجتمع لازم من حق الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأصبحوا في عندهم مستخدمين للأدوات المساعدة أو عندهم مشاكل في الإبصار مشاكل في السمع، من حقه الأم بده يروح يتعالج في المستشفى، مش لازم يكون معاه مرافق، بيكون بيقدر إنه يركب السيارة ويوصل للمكان ويشوف، ما عادش يسأل وين قسم العظام وين قسم الولادة وين قسم، لا لازم تكون في إشارات واضحة خاصة لهدول إحنا بنسميها إمكانية الوصول المكانية والمعلوماتية. المكانية اني انا بدي اروح على المكان، بدي ادخل كأنا شخص من مستخدمين الكراسي المتحركة، بدي افوت للتواليت، لازم يكون التواليت مهيئ ادخل افوته بالكرسي المتحرك. طيب انا صار عندي ضعيف، لازم يكون الاشارات اللي بتقول هذا هنا التواليت لازم يكون الاشارة واضحة بالوان، ممكن اني انا اذا ضعيف البصر اني اشوفه. طب انا في عندي مشاكل في السمع، بدي أنا تكون في عندي لغة الإشارة موجودة أعرف إنه هذا المكان هو تواليت للنساء للفيميل وهذا تواليت للرجال، هذا أبسط الحقوق. فما بالك لو أنا بدي أروح كشخص من ذوي الإعاقة أيا كانت البصرية الحركية السمعية، بدي أتوه على الأقل الدولة أو الحكومة لازم توفر لي شخص على الأقل بفهم لغة الإشارة. إذا أنا من ذوي الإعاقات السمعية أو أنا من الصم من فاقدي السمع، فطبعا أنا بدي حدا بدي لغة إشارة، طبعا بدي أتفاهم، مش لازم أنا كل واحد مريض بده يجي معه أبوه أو أمه أو بده يقعد يتفاهم مع الدكتور، أنا ممكن يروح لحاله وهو يتفاهم مع الطواقم الموجودة. فلازم يكون في عنده إمكانية الوصول للخدمة اللي هو بيحتاجها في الوقت اللي هو عايزه. المرافق العامة في الحكومة المفروض توفر مرافق حامة، يعني احنا بنشوف مثلا شارع البحر مؤهل للأشخاص ذوي الإعاقة، بيكون في مكان اسمها رمبا بيطلع عليها الشخص من ذوي الإعاقة بالكرسي المتحرك، بنلاقي الناس الأصحاء ما شاء الله عليهم اجوا وحطوا صف سياراتهم في مكان الرمبا. طب معلش ما في إشارة بتقول ان هذا المصف او هذا المكان لمستخدمي الكراسي المتحرك، ليش احنا بنكون مساهمين في إعاقة هذا الشخص؟
ليش؟ انه هو احنا الحكومه وفرت له، صحيح وفرت له هذا الرام، لكن احنا الاشخاص العاديين رحنا صفينا في المكان هذا، فاصبح هو اجى وقف ولقى في سياره مين صاحبها، بدنا نقعد نقدم ونقول يا عالمين تعالوا مين سيارته مسكره هذا المكان. فهذا من حق الشخص انه يكون هذا المكان فاضي له عشان هو يقدر البارتيسيبيشن المشاركه. طيب هو لازم يكون عضو فعال في المجتمع، انا مش لازم الاشخاص لازم يكون لهم تمثيل في المجلس التشريعي، لازم يكون لهم تمثيل في كل مكان، لازم يكون لهم حصص في الوظائف، لازم يكون الشخص لما يكون معه شهاده ومن ذوي الاعاقه، احنا في حاجه اسمها الكوميسيون الطبي، هذا مؤهل ولا مش مؤهل؟ طب هذا شخص من ذوي الاعاقه من حقه اذا نجح في الامتحان انه يتقدم للوظيفه وانه ينقبل في هذه الوظيفه بما يتناسب مع الاعاقه، هذا حق لإله. حش بنكر أنا مدرس مثلا في الجامعة الإسلامية وأصبت بإعاقة وأنا قادر أرجع أنا أحاضر في الجامعة، ليش تمنعني؟ أنا لازم من حقي كإنسان معاق إذا أنا بقدر أدي هذه الوظيفة إني أنا أخذها وأعمل وأنا أحافظ على دخلي وعلى أسرتي. الإيكواليتي طبعا المساواة، المساواة قانون في حاجة اسمها عدل، في حاجة اسمها مساواة، مع أنا ممكن أعطي ناس يعني أتكلم عن العدل أعطيهم نفس المساحة تمام، لكن ما أوصلهمش للي هم بدهم إياه صح، لكن أنا بدي المساواة. يعني أنا من حقي في الوظائف الحكومية كشخص من ذوي الإعاقة أن يكون إلي حصة زي الناس التانيين، إذا اجتزت الامتحان وأنا مؤهل علميا وقدراتي بتسمح لي يبقى أنا بدي أفوت هذه الوظيفة وبقوة. وخلينا عن الحق في التعليم كطالب، أنا بدي أنا أفوت الجامعة الإسلامية في التخصص اللي أنا بدي إياه وأنا من ذوي الإعاقة، لازم أفوت ولازم أحقق نفسي. وفي كثير في من قصص النجاح من الأشخاص ذوي الإعاقة اللي قدروا يشقوا طريقهم وياخذوا مناصب، ما حقهم ان يكون في لهم تمثيل في المجلس التشريعي في الحكومه وهكذا. حقه في التعلم وفي التدريب، التدريب في جميع المجالات، هذا الشخص لازم يكون له حق. حقه في الحمايه المجتمعيه، احنا بنعرف انه ممكن يكون في عندنا ابيوز لهذول الاشخاص من ذوي الاعاقه، اذا كانت مثلا ميراث مثلا في حالات النساء من ذوات الاعاقه، الظلم اللي قد يكون، يعني احنا يعني من تجاربنا في المجتمع بيكون الشخص من ذوي الاعاقه اجا مثلا مؤسسه معينه تبنته عشان هي تساعده في التعلم، يعني انه يروح على مدرسه خاصه بالاشخاص ذوي الاعاقه وبيندفع له فلوس على هذا المجال، بنلاقي انه الاهل بيقول لا هذا الشخص شو بدنا فيه الفلوس هذه، بدل ما استثمرها بهذا بنستثمرها باخوه الفالح. طبعا هذا من حقه، من حقه هذه الفلوس اجت له عشان هو يتعلم عشان هو يتطور عشان نقلل من اعباء الاعاقه اللي موجوده عند هذا الشخص، وغيره من الابيوز اللي ممكن انه يتعرض له هذول الاشياء، فهو بيحتاج سوشيال بروتكشن. حقه في الصحه وحقه في العمل، هذا حق مكفول له في حسب القانون. طبعا احنا نتكلم عن الكوست اوف ديسابيليتي، بعرفش اذا كانت السلايد كثير واضحه، فالكوست بيكون ممكن ان نتكلم على الناحيتين، الكوست سواء كان دايركت او اندايركت كله بكلف الشخص ذوي الاعاقه، الاسره تبعت الشخص ذوي الاعاقه، وكمان المجتمع اللي بيعيش فيه هذا الشخص والحكومات اللي قائمه، هدول كلهم ممكن يتاثروا بالكوست اما بالاندايركت واي او اندايركت واي. طبعا ايش الاديشنال كوست للليفنج وذ ديسابيليتي، الشخص من ذوي الاعاقه قد يكون بحاجه الى كير جيفر، بده اسيستنت بيرسونال اسيستنت، بده هو حد بس واقف معه طول النهار، قومني قعدني نيمني غير لي، اذا كان هو مثلا في حاله من الكوما بده الهايجين اليومي والديلي كير وكل الاشياء هذه، فبحتاج شخص. طبعا المنظومه الصحيه او الهيلث كير لازم يكون قائم على خدمة هذا الشخص في الوقت اللي هو بيحتاجه، وكمان الاسيستيف ديفايسز هو بحاجة إلى عكاكيز، كرسي متحرك، اير ماترس، خلينا نقول هو بحاجة إلى سرير طبي وهكذا، كل الأشياء اللي هم بحاجة هذا لازم تتوفر له.
طبعا الاكل اللي عنده الشخص اللي عنده الانسان اللي عنده شخص مريض بده اكل خاص فيه اكثر من الناس العاديين. لما يكون انت عندك عندنا ابناء مثلا 2-3 في واحد منهم ضعيف ومريض وهذا بيقدرش ياكل الاكل العادي، لازم نجيب له الاكل المغذي، لازم الخضار، لازم الفاكهه، لازم نضرب له بالخلاط، لازم يكون عندنا خلاط، والخلاط لازم يكون عندنا كهرباء، والكهرباء مش موجوده فبدنا يو بي اس او بدنا موتور وهكذا. انا بدي فرشه هوائيه، طيب هذا الشخص ماشي الحال. لو بنتكلم على في الاكوموديشن او اللي هو الايواء، طيب انا هذا الشخص بحتاج انه يكون في غرفه مستقله، لانه هذا لما بدي اعمل له الهيجين اليومي مش اعمل له اياه وهو نايم في الصالون او نايم في غرفه مع اخواته او مع اخواته البنات، وهذا بحتاج انه يكون في له استقلاليه محدده، فهذا بيزود العبء على الاسره دائما. طبعا في الاشخاص اللي بيكون عندهم كبار بالسن او معاقين بحسوا بالبرد كتير، فهو بده تدفئه لهذا المكان، بده دفايه 24 ساعه، هذا تعني انه بده كهرباء 24 ساعه، او بده انبوبه غاز تتعبى كل 3 أو 5 أيام وغيره. الغسيل ونظام الغسيل هذا يعني اللي بيكون عنده شخص عنده عفوا ممكن يكون في عنده انكونتيننس، ممكن يكون بيحتاج الى التغيير اليومي هو وشراجفه ولبسه وملبسه وتحميمه، فهذا طبعا كله بيزيد الاعباء، بده دواء غسيله، بده كهرباء، بده غساله منيحه، بده غساله خاصه لانه مش حينحطه ملابسه واشياء مع الناس الثانيين، وهذا عن تجربه شيء فعلا بيكون مكلف كثير للعائله او لرب الاسره، وهذه الكارثه بتكون اكبر لو كان هذا الشخص اللي اصبح عنده مرض أدى إلى إعاقة هو رب الأسرة وهو المعيل لهذه الأسرة، فبيضطروا يلجأوا للمؤسسات وللحكومات حتى توفر لهم هذه الاحتياجات. طيب تكلمنا عن الترانسبورتيشن، الترانسبورتيشن طبعا الأماكن اللي خلينا الشخص لما يكون قادر يمشي بيركب واقف سيارة بشكل باثنين شكل بوصل، لما يكون فيش عنده قدرة بده سيارة طلب، السيارة طلب بدها توديه، سيارة طلب بدها تجيبه، بده يروح على جلسة العلاج الطبيعي على الأوت بيشنت سيرفيسز بده يروح، بده سيارة طلب رايح وسيارة طلب جاي. طبعا هو كان ممكن انه لو كان يعني هو امبيوليتد كان بيتحرك، هو ما بيحتاجش سيارة طلب، بيركب عن الخط ما بيحتاجش معاه مرافق، بيروح لحاله وبيجي لحاله، فهذا كلها أعباء بتشكل يعني فعلا كوست أكثر للأسرة، وهذا بيكون طبعا عبء كبير لو كانت الأسرة من الناس اللي هم محدودين الدخل أو اللي ما عندهمش أصلا دخل، وهذه مشاكل اجتماعية كبيرة ممكن تصير. ولو تكلمنا عن مشاكل اللي قد تحصل إن لو كانت الست متزوجة وتعول أبنائها، بيضطر الزوج إنه هو يعني لأن هي اللي بتعيل الأطفال هيك، فبيضطر إنه يتجه في اتجاهات أخرى الأهل وهكذا، يعني قصص في المجتمع يعني للأمانة مؤلمة بمعنى الكلمة، ما لا داعي لذكرها لأنه إحنا وقتنا محدود. طبعا إيش البنفيتس للديسابيليتي؟ إنه موجود كثير من الريهابيليتيشن سيرفيسز، في عدد لا بأس به في قطاع غزة بيقدم خدمات التأهيل، وعدد من المؤسسات يعني لو قلت الرقم بيكون شوية مخيف بتقدم هذه الخدمة، في بعض المؤسسات بتقدم الفوكيشنال ترينينج، بتقدم يعني بتعمل سوق للعمل لهدول الناس، ليبر ماركت بروجرامز، في ناس متخصصة في موضوع السوشيال والإيكونوميكس والشغلات هذه ممكن تساعدهم تحلهم مشاريع صغيرة، ممكن تدربهم تعملهم فيكيشن ترينينج وبعدين تعملوا لهم مشاريع صغيرة وغيرها من الأمور اللي ممكن تساعد هدول الأشخاص. يعني الإنشورانس أحيانا بيساعد اللي هو التأمين، بعض المؤسسات اللي بتقدم الخدمات المباشرة لهدول الأشخاص وتقديم ما يعني توفير احتياجات لهدول الأشخاص، توفير بعض الرعاية الصحية، بعض الخدمات الصحية زي العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، علاج المطلق وغيره. وطبعا يعني في مؤسسات كتير دولية داعمة
وموجودة في قطاع غزة داعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، حتى على مستوى ممارسات الرياضة، الأندية، الأنشطة الرياضية، الأنشطة المجتمعية. العديد من المؤسسات بتقدم هذه الخدمات وحسب الناس الموجودين. اليوم صار في استراحة خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، استراحة رائعة شخصيا أنا بزورها، بيقوم عليها أشخاص من ذوي الإعاقة، بتوفر لهم نوع من خلينا نقول فرصة عمل، وبنفس الوقت ترفيه لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة وهكذا. أما الاندايركت كوست يعني بنقول إنه خلينا نتكلم عن البطالة among those people، في عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة هم أساسا مش ملاقيين عمل. ويمكن نتكلم عن تحدث عن البطالة بشكل education، يعني إحنا في قطاع غزة مثلا نتكلم عن الإعاقة السمعية. الإعاقة السمعية لفترات طويلة أعداد كان الطالب ممكن يدرس من صف الأول لصف التاسع في أطفال وملسهم، بعد هيك يتوقف فيش تعليم. فتحوا في سنوات يمكن في الست سنوات السابقة فتحوا مدرسة بتعلم الأشخاص اللي هم الإعاقة السمعية لبعد توجيهه لتوجيه. طيب خلصوا التوجيه بعدين ايش نعمل؟ صار فيهم ندخل الجامعه، صار فيهم انه ندخل الجامعه تعلموا. الجامعه الاسلاميه كانت من الجامعات خلينا نقول المبادره في استقبال هذول الابطال اللي استطاعوا انهم يتقدموا امتحان الثانويه العامه، وفتحت لهم بعض التخصصات اللي ممكن انهم هم يتعلموها، وصار في لهم تخريج قبل سنتين، وكان يعني شيء مشرف وشرف كبير للجامعه الاسلاميه انها كانت من المتقدمين في هذا المجال. طبعا ممكن يعانوا من سوشيال ايزوليشن، يعني الشخص عنده يعني عندهم شخص كبير والسن، او عندهم طفل سي بي، او عندهم صبيه صار عندها اعاقه بطلت بيها تطلع على المجتمع، صار في عندها ديبريشن، ما بدهاش تقابل صديقاتها، بدهاش تقابل الناس، فبصير في عزلة مجتمعية، وهذه مشكلة كبيرة لأنها بتعزز الإعاقة وبتأثر على الأشخاص وعلى الأفراد وعلى خلينا نقول على الأسرة وعلى المجتمع وغيره. يعني هذا إذا إحنا بنكون اختصرنا الموضوع. روح للرول اوف ريهابيتيشن ان ذا ريديوسينج اوف ذا كوست. طيب يعني احنا حكينا عن الاشياء السلبيه، لو قلنا ايش الريهابيتيشن بيعمل. اول حاجه بيحسن الفانكشنال ريكفري، يعني الشخص اللي بيكون عمل عمليه وصار عنده سباينال كورد انجري هو ما بيقدر يمشي، بيعطيه كرسي متحرك، صار عنده فراكشر نيك فيمر، صار عنده كسر في عظمه الحوض، عمل العملية التثبيت، ثاني يوم بننزله وبنعطيه الووكر وبنقوله بنعلمه المشي وبيمشي. فهذا احنا بصير الشخص هذا معتمد على نفسه الى حد ما، وممكن بعد الريهابيليتيشن خلينا نقول عدد من الجلسات والمتابعة ممكن هذا الشخص يتخلص من الووكر ويمشي طبيعي بدون اي اداة مساعدة. لو اجينا على تغيير المفصل، مفصل الركبة، مفصل الهيب جوينت، طيب لما عمل توتال هيب ريبليسمنت بغير. طيب هذا من ثاني يوم العمليه احنا بننزله وبنمشي وبياخذ تقويه عضلات وبياخذ رينج اوف موشن اكسرسايزز وبتدرب على المشي، والشخص ممكن في يعني أسوأ الاحوال بيمسك عكاز وبيمشي، وهو ممكن يترك العكاز ويمشي وهكذا. يبقى احنا بنساعد على الفانكشنال ريكفري. مريض السي في اي، في كثير من مرضى السي في اي يعني كانت حالتهم البريمور بتخلينا نقول ستيت كانت كويسة، كان بيمشوا إنسان طبيعي بروح وبيجي. يعني إحنا قبل كان في عنا قصة نجاح كتير رائع لرجل فوق 70 سنة عمره، وإحنا لما توقعنا دخلنا لتدريب الأهل فجأنا إنه الرجل بعد فترة 3 أو 4 أسابيع بدأ يمشي، وإنه هو رغم كبر سنه بعد السي في إلا إنه روح بيمشي. فأخذ تدريب مكثف في ريهابليتيشن سنتر محترم بيقدم خدمات مالتي ديسبلينري تيم. هذا الشخص تلقى التأهيل المناسب وهو كان موتيفيتد كثير إنه يرجع لحياته الطبيعية، وحصل إنه روح من المستشفى بيمشي، وهذا إشي كثير رائع. هذا خفف عبء كبير على أهل المريض هذا وعلى المريض نفسه، وأصبح مستقل ذاتيا وبقدر يتحرك. طبعا احيانا احنا بنساعد الشخص هذا في تهيئه البيئه اللي هو عايش فيها وتحسين امكانيات البيئه حتى يستطيع انه يتحرك فيها بحريه. طبعا الريهابيليتيشن بيحسن نظرتنا او البيرسيف ديسابيليتي، يعني انا
الشخص من ذوي الإعاقة اللي أصبحت عنده مرض، أنا بالتشجيع خلينا نقول استنهاض القدرات تبعته، بالتركيز على القدرات الموجودة، تعويضها إذا كانت مفقودة بالقدرات الموجودة، هذا بيعطي الشخص ثقة بنفسه ومفهومه للإعاقة تبعته. أنا ما بقى شايفة إنه الشخص هو قادر إنه يمشي أو يستخدم كرسي متحرك، بفهمه إنه حتى لو أنت ما مشيتش أنت بتمشي بكرسي متحرك، أوكي طب مش كرسي متحرك أنت بتقدر تتنقل، يعني هو إحنا ليش بنمشي عشان ننتقل من مكان لآخر؟ كرسي متحرك صح بيعمل جهد على إيديك أكثر، لكن أنت في النهاية بتقدر توصل، بتقدر تمارس حياتك، بتقدر تطلع. يعني في كثير من مستخدمي الكراسي المتحركة بس هو سيارات وبيطلعوا وبروحوا بيقضوا كل ما صالحهم. فأنت الإعاقة اللي حصلت هذا والديسابيليتي اللي صارت عندك نتيجة المرض هي مش نهاية الكون. دائما أملنا بالله لازم يكون كثير كبير، ودائما نكون متفائلين ونظرتنا إيجابية للإعاقة، وهذا اللي إحنا بنحاول ننقله للأشخاص من ذوي الإعاقة. طبعا لو نتكلم عن الماسكولوسكليتال بروبلمز، الناس اللي بصير عندهم باك بين وسرفايكال بين، هذول بيغيبوا كتير صح؟ بيغيبوا كتير عن العمل. طب هذا غيابهم عن العمل بيأثر على منظومة العمل، فهذا بيقلل من السكنس عن طريق مثلا الجلسات اللي بياخدوها بقلل. الريهابيليتيشن انترفينشن ريزلت ان سيفينج other healthcare or social services cost. يعني أنا إذا الشخص قدرت أنا أرجعه للمجتمع ولا عمله وصار إنسان منتج، خففت العبء على المؤسسات المقدمة للخدمة لهدول الأشخاص ذوي الإعاقة، خففت العبء على المجتمع، خففت العبء على الحكومة، على الأسرة. الأسرة أصبح فيها الشخص هذا اللي في يوم من الأيام فقد الأمل أنه يكون هو منتج، رجع صار منتج. شاب صغير أصيب مثلا في مسيرات العودة أو أصيب خلينا نقول في إحدى ايا كان سبب اصابته، هو لسه في عز شبابه، ليش ينحكم عليه انه هو بده يكون انسان طريح الفراش عالى على الاخرين؟ لا، انا ممكن انا ارجعه يمارس حياته. احنا كثير من الشباب اللي كانوا اصيبوا كانوا ممكن كنت تشوفوهم بالشوارع كان يبقى ماسك العكاكيز والاكسترنال فيكسيتور هالقدي وماشي فيه وبيجري وبيروح وبيجي بروح على مدرسته بيقدم توجيه وبينجح وبيطلع على جامعته وهكذا. فهذا بيخفف العبء على او الكوست على السوشيال سيرفيسز او الهيلث كير سيرفيسز عن طريق اعاده او الحفاظ على البرودكتيفيتي تبعت هذا الشخص. طبعا لو ما كانش في ريهابليتيشن، خلينا نقول انه منظومه الريهابليتيشن مكلفه لكن ممكن الانتاج تبعها المخرج النهائي يكون يعني من 5 لـ 9 أضعاف اللي إحنا دفعناه. بمعنى الشخص إذا أنا رجعته يرجع منتج ويكون له مصلحة، يكون له شغل، له عمل، فهذا بيخفف كتير العبء على الدولة. لو ما كانش في ريهابليتيشن بصير الكوست أعلى. لو تكلم عن نيورولوجيكال ديسابيليتيز أو كونديشن كتير بتكلف، لكن أنا لو عملت ريهابليتيشن بقلل هذه التكلفة. طبعا اللبس of people with persisting disability and their families can be enhanced by rehabilitation. خفف الأعباء على هذا الأسر. But more importantly, the consequence of them not having rehabilitation may be to reduce independence functioning and the quality of life. اللي ما بيطلق rehabilitation من خلال التجارب، لو بريد السي في اي هذا روح بدري دن ما اخذش ريهابليتيشن كافي، برجع لنا بيد سورس. قديش تكلفة البيد سورس هذه؟ تكلفة باهظة. انا بدرب الاهل كيف يقلبوا، حتى لو كان هذا المريض انا عارفة انه اولد ايج وبدري دن، هو اصلا كان بدري دن قبل السي في اي، لكن انا لو علمت الاهل بخفف الاعباء على الاهل هذول. كيف يعني الكير جيفر لما بعلمه كيف يقلبه وكيف يغير له وكيف يحممه وكيف يلبسه وكيف يعمل الكير اليومي لهذا الشخص، بخفف الاعباء على المقدمين الرعاية. تعرفين انه كل الاسرة بتصير كمقدم رعاية لهذا الشخص، انا بخفف الاعباء عنهم. طيب لو هذه الاسرة اهملته وصارت في عندهاش قدرات جسدية انها تقوم فيه، هذا المريض بصير في عنده تقرحات فراش وبصير في عنده تراجع في خلينا نقول في مستوى الوعي والادراك وهكذا، هذا بيعمل خلينا نقول تراجع في جودة الحياة او في الكواليتي اوف لايف. In the absence of rehabilitation, complications and loss of function may occur and discharge may be delayed. احنا نتكلم عن الفيزيوثيرابي اللي موجود في مؤسسات في المنظومة الصحية الموجودة عندنا او في وزارة الصحة.
على الأكيد إنه الإيرلي موبيليزيشن أو خلينا تحكي تحريك المبكر للمريض بيقلل من الكومبليكيشنز تبعت البذرة. هذا يعني إيرلي إيفاكيويشن من تقليل مدة الهوسبيتاليزيشن، يعني اللي بدون ريهابيليتيشن بقعد أسبوعين في المستشفى، والفيزيوثيرابي أند ريهابيليتيشن بقعد 5 أيام وأحيانا بقعد أقل من 5 أيام، لأنه إحنا من ثاني يوم بننزل المريض وبنمشيه إذا كان حالته الصحية بتسمح. نمنع الكومبليكيشن عن طريق الريهابيليتيشن أيضا اللي بتخلي فترة الهوسبيتاليزيشن أكثر. طبعا هذه الاشياء اللي ممكن ان نشوفها لو كان في absent of rehabilitation. الامبوبيليتي او اللي هو الناس الطريحين الفراش اللي هم ما بيتحركوش، ايش بصير عندهم؟ تضعف عضلاتهم، weakness. القلب بصير في عنده مشكله، لانه ضخ الدم للشخص المتحرك كتير اسهل من ضخ الدم للشخص الغير متحرك. العضلات المسل ويستنج بتضعف وبتترهل كتير، بصير في تقرحات الفراش اللي بتسورس السباستيسيتي بتزيد، اللي هو الشد العضلي اللي بيصير نتيجة سنترال نيرفوس سيستم ديزيز. الكونتراكشر يعني بيكون الشخص يا إما في حالة من الفليكشن أو حالة من الاكستنشن، ولما بيبدأ نحرك بصير في عنا مشكلة. العظم إذا ما كان صار في لودينج على العظم بيصير حاجة اسمها أوستيوبوروزيز. إحنا لما بنمشي بنحرك الدم خلينا نقول في عروقنا، وزي ما احنا بنعرف بالمثل العربي الحركة فيها بركة، فبقلل الريسك من الأوستيوبوروسيس. لو احنا تكلمنا عن الألم احنا لو نمنا مثلا عدد ساعات اكثر من احنا متعودين فيه عليهم، نصحى مكسرين وكتافنا بتوجعنا وقدنا، فما بالك الشخص طريح الفراش. طبعا مشاكل التغذية حدث بصير صعب، صعوبة تأكيل المريض أو تغذيته وهو نايم. البلع بصير فيه مشكلة. مشاكل البلدر أند باول بروبلم، بصير في عنا انكونتيننس، في تسريب بصير، أو بصير كونستيبيشن، حركة الأمعاء بتضعف فبصير في إمساك، والشخص بصير مشاكل عنده أنه يقوم بعملية الإخراج. كوميونيكيشن بروبلم، الشخص بيكون مش قادر يتواصل مع المجتمع، مش قادر لانه عاده عصبي بيكون ومنرفز ومتضايق من الوضع اللي هو فيه. الكوجنيتيف بروبلم، مشاكل التعلم والادراك والفهم. المود والبيهيفير بروبلم، طبعا الشخص بيكون طريح الفراش مورود في غرفه ومسكره، وهذه الغرفه ما حدش بيزوره فيها الا بيشوفش الا بعض الاشخاص، هذه بيخليه دائما منرفز دائما معصب. وطبعا حسب طبيعه الشخص اذا كان اصلا هو عصبي فبيكون يعني كتير بيعمل مشاكل. الإل هيلث أند سيستميك إلنس، بصير تقريبا مشاكل البدردن إنه معظم أجهزة الجسم كلها بصير فيها تراجع. ليش؟ لأن الدورة الدموية مش نشطة، المشي والتحرك والحركة بينشط الدورة الدموية، فكل السيستمز والأورغانز اللي موجودة في الجسم بيجيها الدم الكافي، بما فيها الدماغ، بما فيها خلينا نقول الكلى، الكبد، الرئتين، القلب، كله بيحتاج للحركة عشان عملية الضخ الدم والتشبع بالأكسجين. ممكن يصير في عنا مشاكل، بنلاحظ انه بصير في عندهم التهابات في الصدر وسكريشنز كثيرة موجودة في الصدر، ممكن يصير في عندهم مشاكل التهابات البول المتكررة، هذا ممكن يصير في عندهم مرض السكر وارتفاع السكر في الدم وغيره. طبعا كثير من المشاكل اللي ممكن تحصل نتيجة عدم التأهيل أو عدم القيام بعملية التأهيل. طبعا الفيزيكال ميديسن اند ريهابيليتيشن نيد تو بي انفولد في اللونجر تيرم، شخص صار عنده اعاقه وبحاجه الى خلينا نقول لونج تيرم ريهابيليتيشن، موف انتو ليفينج ان ذا كوميونيتي، يعني الشخص بيروح على المجتمع، لازم يجي حدا بمجال الريهابيتيشن يعلمه كيف يتقلب، يعلمه كيف يغير خلينا نقول اذا في جروح كيف يغير على الجروح. طيب ليش لازم في عنا يكون كوميونيتي سيرفيسز تو بريفنت سيكندري هيلث بروبلم اند سوشيال ايزوليشن؟ ممكن هذا لما يجي الهيلث وركر او خلينا نقول الريهاب وركر، هذا ممكن يدمجه في أنشطة مجتمعية كتير ويقلل المشكلات الصحية. الكيررز becoming exhausted by the burden of care، طبعا هذا بخفف الأعباء على مقدم الرعاية،
مقدم الرعاية هذا شخص لازم إحنا نهتم فيه في مجال الريهابيتيشن زيه زي المريض، لأنه مقدم الرعاية ممكن يزهق، ممكن يتعب، ممكن يتعطل عن شغله، ممكن إنه ما يتحمل اللي هو الوضع النفسي اللي فيه، لأنه هو يعني مضطر لإعالة أو لخدمة ابنه أو أبوه أو أمه أو الشخص من اللي أصبح عنده مرض أو إعاقة. General practitioner or social worker being called for unnecessary. طبعا لما يكون في عنا community services بصير انه احنا مش صار مشكلة الحقوني، هاتوا ممرض، هاتوا دكتور، هاتوا كذا، لا بيكون هو بيقدم النصائح. من رنش الامرجنسي admissions back to the hospital، يعني ببطل بحاجة المريض انه كل شوية ودوه على الطوارئ، تعب ودوه على الطوارئ، صدره في التهاب ودوه على الطوارئ، عنده تقرحات ودوه على الطوارئ، وبصير وكأنه هو كل يوم والتاني انخنق ودوه على الطوارئ، ازرق ودوه على، لا بيكون في الكوميونيتي سيرفيسز هذه بتخفف خلينا نقول الاعباء عن هذه الاسره، او ممكن تقدم النصائح وال خلينا نقول العلاجات اللازمه لهذا. انسيسري بليسمنت ان ريزيدنشال اور نيرسينج هوم، يعني يكون في عندي كوميونيتي سيرفيسز بتقلل دخول هذول الناس اللي عندهم اعاقات لمراكز التاهيل اللي هي مكلفه او النيرسينج كير. ونحن يعني نتكلم عن المراكز هذه فيها نوع من الايزوليشن، يعني وكأنه هو بيودي المريض تبعه أو المعاق تبعه بيحطه في هذا المكان وبيسيبه بيمشي عشان يخفف، وهذه الأمور إحنا بنواجهها يوميا. لو في عنا community services بتقلل كتير من مدة المقوث في rehabilitation centers. Inappropriate and ultimately perceptions of disability equipment، يعني بصير الناس من بينحوش، بصير الأشخاص ذوي الإعاقة بده كرسي متحرك وبده كرسي حمام وبده سرير طبي وبده فرشة هوائية وبده عكاكيز وبده كل شيء يكون موجود عنده. لا أنا إذا في عندي كوميونيتي سيرفيس بتقول لا ولا انت بس لازمك كذا وكذا، طب انت مريض بتتقلب وبتمشي على ووكر، ليش انا اعطيك كرسي متحرك؟ انت بتقدر تتحرك، انا شخص بتحرك وبستخدم العكاكيز، ليش اعطي سكوتر؟ هذه الامور كلها احنا بنواجهها. لو كان في عنا كوميونيتي سيرفيسز حقيقيه هي اللي بتتابع هذا الاشخاص بتعطيه الاداه المساعده، نمنع الدوبليكيشن في الادوات المساعده، هذا أعطى راح للمؤسسة الفلانية أعطته كرسي متحرك، راح للمؤسسة الثانية أعطته كرسي كهربائي، المؤسسة الثالثة أعطى، لا ليه؟ إحنا بنعطيه ما هو بحاجة له. inability to update disability equipment، طبعا إحنا أحيانا في أشياء كتير بتصير يعني ممكن أنه نعطيها للمرضى تسهل الحياة عندهم، أعرف الهيلث وركر أو الريهاب وركر فيها من الشخص. Implementation of physical medicine and rehabilitation in health system. طبعا الـ WHO قالت انه هي الـ rehabilitation part of universal cover. لازم الشخص هذا الاشخاص ذوي الاعاقة اكدت انه الـ WHO اكدت انه هذا مطلب اساسي وضروري. طبعا important rule. Take important rule in health system in particular in rehabilitation but also prevention و treatment و support لهدول الناس. طبعا خلينا نقول انه early detection للإعاقة و early intervention بيقلل من البردن تبعت الإعاقة. طبعا الفيزيكال ميديسن اند ريهابيتيشن الرول تبعته بتكون في الاكيوت سيرفيسز، هنتكلم عليها بالتفصيل، شود بي ستارتد ديورينج الانتنسيف كير، يعني من بدايه دخول الشخص للمستشفى شود هاف ريهابيتيشن سيرفيسز. احنا في مستشفياتنا موجود الفيزيوثيرابي ولازم ناخذها عن طريق ريهابيتيشن تيم. في البوست اكيوت سيرفيسز بتبدا ايميديتلي بعد فتره من الديستشارج او الديستشارج من الأكيوت سيرفيسز. بيشنت هنا less restriction also can be referred to outpatient، ممكن نروح على outpatient services البوست أكيوت rehabilitation services. الناس العاديين for minor deficits more simple interventions may be sufficient even in the primary health care. اللونج تيرم طبعا عادة بتكون بحتاج الشخص هذا إلى رعاية صحية وطبية وريهابليتيشن على المدى الطويل حتى نحسن for functioning to improve functioning or maintain functioning for persons with long term disabilities. وهذه ممكن تكون
يعني عن طريق ريهابيليتيشن تيم، وممكن ياخذها الشخص في الكوميونتي او في مراكز متخصصه. اذا ما كانش في عندنا سبيشالايزد ريهابيليتيشن سيرفيسز، الكوميونتي بيز ريهابيليتيشن حنتكلم عنه بالتفصيل، اللي هو تقديم الخدمه داخل المجتمع، استغلال قدرات المجتمع في خدمة هذا الشخص اللي أصبح بحاجة إلى رعاية صحية طبية أو ريهابليتيشن. أحيانا في بعض الناس بنحتاج أنه نعملهم نعود ندخلهم، لو صارت حالتهم كرونيك نعود ندخلهم مرة تانية للإنستيتيوشنال بيز أو نوديهم على مراكز التأهيل حتى نخفف العبء على الأهل، وحتى نعمل تحديث أو خلينا ومتابعة لهدول الأشخاص عن قرب. وهان تقريبا السلايد فيكم تشوفوها لوحدكم، لان هي بصعوبه انها تظهر، الفرق بين التيرشري والسكندري والبرايمري ليفل اوف هيلث كير، وين بيكون السيرفيسز في الاكيوت وفي البوست اكيوت واللونج تيرم ريهابيليتيشن. بهيك احنا بنكون تعرفنا على الهيلث سيستم ودور الريهابيليتيشن في الهيلث سيستم، والكوست والكوست افكتيف واللاك اوف ريهابيليتيشن ايش ممكن انه يؤدي. وان شاء الله بنشوفكم المحاضره الجايه حتكون عن الاستراتيجيز اوف ريهابيليتيشن حسب WHO، ونشوف مين المؤسسات ونوعيه المؤسسات اللي هي بتقدم هذه الخدمه. يعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.